السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة باتيس حنان. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم تشيز كيك بالشوكولات، وصفة اللي سهلة وسريعة، مكونات جد بسيطة. كيجي المذاق ديالها غني بالشوكولات والقرقع وسهلة التحضير كذلك. فما عليكم الا تابعوا معي الفيديو لمعرفة المقادير وطريقة التحضير. إذا عجبكم محتوى القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكذلك الاعجاب بالفيديو. وندوزو لتحضير تشيز كيك. اول خطوه غادي ناخد السيركل اللي غادي نحضر فيه هاد تشيز كيك، اللي هنايا عندي القطر ديالو 18 سنتيمتر. كناخد البلاستيك وكنغلفو بهاد الشكل. هنا كنحاول نبقى نجبدو مزيان باش كيولي مستوي. كيف كتشوفوا معايا هنا كنحطو، كنحاول نجبد هاد البلاستيك مزيان صافي، وكنخليه على جنب وكندوز باش كنحضر باقي المكونات. اول حاجه عندي هنايا 250 غرام قشده طريه. هنا استعملت القشده الطريه الخاصه بالحلويات اللي كتباع ديال لابار عند بائعي يعني مستلزمات الحلويات، كتكون بدون سكر. هاد النوع ديال القشده كيطلع بسهوله، يعني ما كنحتاجوش اننا نطربوه بزاف ودائما كتطلع. فكيف ما كتشوفوا معايا هنايا ملي بدات كتطلع غادي نزيد ليها جوج معالق ديال السكر سنيده. كنزيد المعلقه الاولى وانا كنطرب، من بعد كنزيد المعلقه الثانيه وكنبقى نطلعها هنايا حتى كتماسك هنايا وكتولي عندي شونتيي اللي متماسكه، وفي نفس الوقت كتكون لينه كيف ما كنوريكم هنا. ما كنخليوهاش تماسك بزاف، ضروري هنا كيبقى القوام ديالها رطب كيف ما كتشوفوا معايا، باش كتجي عندنا طبقه كريميه وما كتجيش فيها ثقوب من الداخل ديال الهواء. من بعد ما طلعتها كيف ما شفتوا غادي نزيد ليها جوج علب من الجبن الطري. هنا ممكن تستعملوا اي نوع اللي عندكم، كيف ما قلت لكم بان هاد الطبقه غتكون اقتصاديه و بمكونات بسيطة. فقط هنا غادي نستعملو الجبن الطري اللي كيف ما شفتو معايا هنا. بمجرد ما كنزيد الجبن غير كنخلط فقط حتى كينسجم مع الشونتيي وكنحبس، فما كنبالغش في الخفق باش ما كتعاودش تهبط لينا الكريمة. وكناخد هنايا بسكوي ديال الشوكولات اللي بالكريمة، كنقطعو قطع رقيقة غير بيدية بهاد الشكل. هنا كتبقى خطوه اختياريه، ممكن تزيدوا اي حاجه، مكسرات ممكن تزيدوا زبده الفول السوداني، ممكن تزيدوا يعني اي حاجه اللي كتفضلوها، اي نوع من البسكويت تقدروا تزيدوه مع هاد الكريمه. هنا من بعد ما قطعتوا القطع اللي متوسطه يعني شويه صغيره ماشي بزاف، كنزيدها الكريمه اللي حضرنا، كنخلط هاد المكونات كلها حتى كينسجموا. صافي هنا كندخلهم غير بسباتول حتى كيندمجوا، وغادي نفرغهم في المول. هنايا المول اللي غلفته كنجيبو كنحطو في صحن بحال هذا الشكل وكنفرغ فيه هذه الكميه كلها ديال الكريمه. هنا من الاحسن تحطوا ورق ديال الطبخ اسفل هذا الاطار باش ملي كيتجمد فما كيلصقش لكم البلاستيك في الصحن. هنايا فرغت الكميه ديال الكريمه كلها، وكتشوفوا كندير هذه العمليه باش كتدخل الكريمه مزيان وما كيكونش عندي فراغات لداخل. صافي هنايا من بعد ما كندخلها مزيان وكنتاكد بان ما عنديش فراغات، كناخذ معلقه او اي اداه اللي نقدر نقاد بها الوجه. هنا غادي كنحاول نقاد الوجه. من بعد هنايا فاش غادي نسالي غندخلها المجمد وغادي نخلي حتى كتجمد لينا مزيان هاد الكريمه، عاد غادي ندوزو الخطوه الاخرى. هنا قبل ما ندخلها المجمد كنغلف عليها بالبلاستيك، عاد كندخلها وكنخليها حتى كتجمد مزيان.
هنا الا ما كانش عندكم الوقت راه كتخليوها حتى اليوم التالي، او ممكن حتى كيكون عندكم وقت باش تقدروا تكملوا الخطوات الاخرى عاد كتجبدوها من المجمد. هنايا خديت 100 غرام ديال البسكوي، هنايا خديت هذا النوع من البسكوي ماريا، ممكن تاخذوا اي بسكوي اللي متوفر عندكم. كناخذو كندوزو في الهشوار كنطحنو، غير هنا ما كنلينوش بزاف، كنخليه شويه مفتفت غير شويه كيف ما غادي تشوفوا معايا بهذا الشكل، يعني ما كنلينوش بزاف بحال الدقيق. من بعد غادي نزيد ليه معلقه كبيره اللي كتكون عامره زبده دايبه، اولا يعني تقريبا 50 غرام. المهم انا كميه الزبده المقياس اللي غادي يجمع لينا هذا البسكوي، وملي كنضغطوا عليه كيتماسك، يعني ما خصناش نكثروا كميه كبيره من الزبده باش ما كتقصحش لينا هذه الطبقه ديال البسكوي من بعد ما ملي كنبغوا نستهلكوا تشيز كيك ما تكونش هذه الطبقه قاصحه بزاف كيف ما شفتوا معايا هنايا، غير كنحسوا بها كتبدا تجمع لينا البسكوي صافي. هنا من بعد ما جبدتو ما جبدت هاد الاطار من الفريغو غادي نزيد البسكوي اللي طحنت باش كنشكل الطبقه ديال القاعده. انا هنا خدمت بهذه الطريقه، فممكن تخدموا بالعكس انكم تخدموا هذه الطبقه هي الاولى عاد كتخويو عليها وكتدخلوها للفريغو كتجمد، من بعد كتخويو عليها طبقه الكريمه كيف ما سبق وحضرت معكم في تشيز كيك اللي بالفريز اللي حضرت معكم في فيديو سابق، غادي نخلي لكم الرابط في الوصف اسفل الفيديو، يعني الطريقه اللي كتفضلوا كتخدموا بها. هنا من بعد ما فرغت الكميه كلها ديال البسكوي كنقادو وكنحاول نضغط عليه مزيان بهذا الشكل حتى كتقاد هذه الطبقه وكتماسك مزيان، وكنعاود كنردو للمجمد حتى كتقصح لينا الطبقه ديال البسكوي وكتجمد مزيان. وغادي ندوزو للخطوه المواليه. هنايا كطبقه اخيره خديت 50 غرام ديال الشوكولاته السوداء، هنايا انا عندي شوكولاته اللي فيها اللوز، ممكن تستعملوا شوكولاتة عادي. زدت ليها 50 غرام ديال الحليب ودوبتهم في حمام مائي، من بعد ما ذابوا زدت ليهم 30 غرام ديال الشوكولاته السوداء وخليتها حتى كتذوب. من بعد خرجت من هنا من بعد خرجت المول من المجمد، هنايا انا خليته شويه فبدا كيطلق شويه. هنايا هاد العمليه درتها غير باش نهز شويه الاطار باش نطلعو كيف ما غادي تشوفوا معايا الفوق، باش نقدر نشكل واحد الحافه اللي نقدر نخوي الشوكولات وما يسيحش ليا مع الجناب. كيف ما شفتوا هنايا الشوكولات من بعد ما داب، هنا عندي الشوكولات شوكولا سوداء 55% كاكاو كيف ما كتشوفوا هنايا، لانه شويه بدا كيذوب فك الاطار بعد على الكريمه، وهنا حاولت باش ما يهبطش ليا الاطار دخلت تحتو كيف ما شفتوا معايا الجوانب ديال ورق الطبخ باش كيبقى محافظ على المكان ديالو. من بعد كنخلط هاد الشوكولات اللي ذوبت وما كنخويوش يكون باقي سخون، كنخليه حتى كيبرد شويه باش ما كيذوبش لنا الطبقه ديال الكريمه، عاد كنخويه كيف ما قلت لكم انا هنا لاني غادي نزين بالقرقع كيف ما كتشوفوا، فاستعملت شوكولات يعني فيه باللوز ماشي مشكل، الا ما كنتوش غادي تستعملوا يعني بغيتوا الوجه يجيكم املس او تزينوه بشي حاجه اخرى فغادي تستعملوا الشوكولات اللي عادي ما فيهش مكسرات. هنا من بعد ما خويت الطبقه ديال الشوكولات زينتو بشويه ديال القرقع كيف ما شفتوا معايا، وكنعاود هنا في هذه المرحله كندخلو للثلاجه وكنخليه حتى كتماسك الطبقه ديال الشوكولات مزيان مده 4 ساعات حتى 6 ساعات طبقه الغاناش. انا هنايا ما كانش عندي الوقت فدخلتها غير المجمد تقريبا نص ساعه حتى تماسكت، من بعد خرجتها وكناخذ سيرفييت كنديرها في الماء سخون وكندوزها على الاطار من الجناب، من بعد كنحيدو يا اما في الاسفل اولا كيف ما خفتوا يعمر لكم الكريمه بالشوكولات كطلعوه الفوق. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك اللي حضرت معكم. كيف ما قلت لكم هنايا راه كتخليو في الثلاجه حتى كتماسك الطبقه ديال الغناش كتجي متماسكه وكتنشف وفي نفس الوقت كتبقى كريميه. انا هنا غير ما كانش عندي الوقت مع التصوير فما خليتهاش حتى تماسكات مزيان. هنا
هنايا غادي نقطع معكم، كتشوفوا الشكل من بعد ما قطعته. فالطبقه الكريميه كتجي متماسكه وكتجي كريميه، وكيجي المذاق غني وكيجي لذيذ بالمذاق ديال الشوكولاته، وكذلك القرقع والقطع ديال البسكوي ديال الشوكولاته مع الكريمه. فوصفه اللي سهله واقتصاديه، وبصراحه ما كتاخذش وقت كبير في التحضير، والمذاق ديالها كيبقى رائع. فمذاق الشوكولاته غني يعني التعريف. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا القوام من الداخل كيكون كريمي كيف ما وضحت معكم. نتمنى ان هاد الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش مشاركته مع الاهل والاصدقاء والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس اذا عجبكم المحتوى طبعا. شكرا على حسن المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.